بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب في عربية بني ملاكي جفل الطريق. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم الذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وأعرض عن الجاهلين.
بالعفو وامر بالعرف خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وإخوانهم يمدونهم في الغي وإخوانهم يمدونهم في الغي وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها وإذا لم تأتهم هذا بصائر
هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم ويسبحونه وله يسجدون. صدق الله العظيم. إن لكل شيء حد، وجمال القرآن ليس له حد. عشنا سويا مع قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي الغني عن التعريف دائما فضيلة القارئ الشيخ عنتر الهداوي، القارئ والمقيم بمحافظة البحيرة مركز ومدينة دمنهور، بالاشتراك مع الهندسة الصوتية والفراشة الحديثة المتنقلة في كل مكان التي ركبت تحت إدارة وإشراف المعلم وليد الجزاز المقيم بهذه البلدة العامرة. حضرات السادة الأفاضل، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.